جديد. قال الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق إن مرحلة اعتقاله ضمن مجموعة ضمت 27 شخصا في 15 دجنبر سنة 1981 جاءت مباشرة بعد تأسيس الجماعة الإسلامية ودامت حوالي 3 أشهر ونصف أو 4 أشهر كاملة. وأضاف الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية الذي حل ضيفا على برنامج وجوه مشرقة بثته صفحة بلانك بريس على الفيسبوك أن الاعتقال جاء ترجيحا بسبب محاولة الطرف الآخر لم يسميه بالاسم الإيقاع بهم من خلال الكتابات في الجدران والمنشورات التي تم بسببها حبسهم. وأورد العثماني أنه قضى بمركز الأمن بالمعاريف حوالي شهر قبل أن ينتقل إلى المعتقل السري درب مولاي الشريف، مؤكدا أن المجموعة التي كان ضمنها تعتبر آخر فوج بهذا المعتقل السيء الذكر. وكشف المتحدث أنه ظل رفقة باقي المعتقلين معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، كما كانوا محرومين من الكلام، مشيرا إلى أن البنيقة الفردية كانت مصير كل شخص حالف هذه القواعد قبل أن يتم تخفيف هذه القيود تدريجيا. وأكد العثماني أن كتابه الفقه الدعوي والمساهمة في التأصيل بدأت مدامته من خلال نقاشات داخلية ودورات تأطيرية قبل أن يتم جمعها في كتاب في محاولة لتصحيح مفاهيم كان يعتبرها تتضمن خللا في فهم الدين أو فهم الواقع. واعتبر الأمين العام السابق للبي جي دي الإصلاح مشروعا للنهوض بالمجتمع عن طريق التعاون والتكامل، وأن محاولة الإصلاح عبادة في الرؤية الإسلامية. إلى هنا ينتهي خبر اليوم. لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا دائما بكل جديد. إلى اللقاء.